الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن إطعام الطعام طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أجل الطاعات ومن أشرف القربات. لذا قال أهل العلم: لا يقدم على إطعام الطعام شيء، وخاصة في هذا الشهر الكريم، شهر التراحم، شهر المودة، شهر التكافل، الذي ينبغي للمسلم أن يشعر فيه بأخيه، الذي ينبغي فيه للإنسان أن يشعر فيه بأخيه الإنسان. أهل العلم أخذوا هذا القدر لإطعام الطعام وهذه المكانة من كلام الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى حينما وصف الأبرار الذين اختصهم بجنته التي أعدها لعباده الصالحين، وختم عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر بمثل ما في الجنة، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى عن وصفهم؟ قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي موضع آخر يقول ربنا سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومما أثر من كلام حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة التي شرفها الله عز وجل بقدومه عليها، أن أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وإطعام الطعام قربة تدفع عن العبد المصائب، وتدفع عنه البلايا، وتدفع عنه الأزمات. لذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم نزل عليه الوحي الشريف إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، يحكي لها ويقص عليها ما حدث، فماذا قالت له؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. تقري الضيف، هذه معناها تطعم الضيف، وهذه العبادة وهذه الدرجة وهذه المكانة تبلغ بالعبد إلى الجنة الغالية، السلعة الغالية. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فسئل: لمن هذه يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن أبواب الخير، فقال لهم في جلسة فيما بينه وبين أصحابه، جلسة ود، قال لهم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا كان من أهل الجنة. فهذا طريق مفتوح لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يلج منه على ربهم ويدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وليس شرطا أن يكون إطعام الطعام في هذه الصورة، وإنما في صورة الطعام، وإنما يكون بتوكيل مؤسسة من المؤسسات أو جمعية من الجمعيات تقوم بهذا الأمر نيابة عن الإنسان أو وكالة عنه. يومكم سعيد وصباحكم مصر.